مصعب بصراحة أريد تتحدث لي أنت اللحظات الأخيرة مع المرحوم أحمد دحام، كنتوا بالمصافي، عمل محاضرة، شنو الأحداث اللي صارت؟ أريدها بالتفاصيل. أستاذ نبيل، هو الموضوع بدأ يعني قبل اليوم المشؤوم، أنا سميته بداخلي اليوم المشؤوم. أستاذ نبيل، بدأ من قبل بيوم اتصال من الكابتن المرحوم أحمد دحام، اتصل لي بالليل، هو كان راجع من كربلاء، اتصل علي قال لي يعني أستاذ نبيل تعرف أنت إحنا بعد كل مباراة تصير اجتماعات الهيئة الإدارية أو مع الكادر التدريبي، فاتصل لي قال لي مصعب ترى إحنا باكر عندنا اجتماع هيئة إدارية مع نادي المصافي الساعة تقريبا ب 12 الظهر بعد الساعة 12، لأن أنا الصبح اللي يمكن المعلومة اللي أنت ما تعرفها يمكن أستاذ نبيل أو الوسط الرياضي ما يعرفها، أنه الكابتن أحمد دحام هو كان يعني على هيئة متعين يعني على هيئة الحشد الشعبي، كانوا طالبين يعني بالدوام أعتقد على موضوع بصمة أو هيك شيء، فقال الصبح راح أروح ونطلع بعد صلاة الظهر أنا وياك للاجتماع. فطلع الصبح كمل هو أستاذ نبيل، بعد ما رجع أختصر لك الموضوع يعني ما أطيل عليك، بعد ما رجع اتصل لي قال لي مصعب أنت وين؟ قلت له أنا قريب عليك يم البيت، رحت ليم البيت. فالوحيد اللي كان متواجد معه اللي هو الكابتن محمد عبد السادة مدرب الحراسة، وجه له الشكر من مكانكم هذا. فراح هو الولد فارقه، طلعنا أنا وياه بالسيارة، طبق أستاذ نبيل هو يم حسينية اسمها حسينية اليقين، طب صلى بعد الصلاة قال لي انتظرني بالسيارة، أنا كنت طالع من البيت وصلي، هو راح صلى كمل صلاته ورجع لي، كملنا طريقنا للنادي. أثناء سير السيارة المرحوم الكابتن أحمد دحام يعني كنا نتحدث أنا بخصوص الفريق، يعني مسك هاي المنطقة منا قال قلبي يوجعني يعني قلبي خدشني، قلت له كابتن ليش ما ترجع وأني أروح؟ يعني والمرحوم الله يرحمه هو كان مهني ويحب عمله، فقال لي لا مصعب شو تقول الإدارة يقولون علي انهزامي لازم أروح لازم أوصلك اجتماع إدارية. مهم وصلنا للنادي، هو طبعا كان جوعان قال لي خلنا نطبق ناكل، قلت له يلا خلنا. هو مريض مصعب؟ هو كان بمرض اللي هو مرض السكر، بس مرض السكر أستاذ نبيل ما أعتقد إلى علاقة بالموضوع اللي يعني حدث، الموضوع اللي حدث وياه ما له علاقة موضوع السكر، هو عدة سكر. كنت أنا دائما معه قريب من كنا ندرب بالرمادي فكنت قريب عليه، مرات يصير هذا الموضوع أستاذ نبيل أنطيه ينزل سكره يهبط لأنه ما يأكل، فأنطيه شوكليته أو حلا يصعد السكر، طبيعية الأمور. صارت هاي الحالة مرة معانا بالرمادي، كانت مباراة البحري، صارت هاي الحالة بهاي المباراة وهم نفس الموضوع، وقع وبعدين الحمد لله قام يعني هبط سكره، بس هذا الموضوع ما أعتقد أنه إلى علاقة بموضوع السكر أستاذ نبيل. لأن بعد ما وصلنا قلت لك هو كان جوعان فقال لي ما ناكل هنا الأماكن منظيفة، أكل تفاحة الله يرحمه أكل تفاحة قال لي شبعت خلاص هاي. فدخلنا للاجتماع الهيئة الإدارية، كان اجتماع تقريبا ساعة بالوحدة الظهر، اجتماع بالهيئة الإدارية أستاذ نبيل كان الاجتماع يعني بصراحة بكل شفافية، ويعني الكابتن أحمد ناقشهم بأمور رياضية وناقشوه، يعني الإدارة محترمة جدا، أوجه له الشكر إدارة نادي المصافي المحترمة المتمثلة بالأستاذ محمد دهلوز وباقي الأعضاء المحترمين، يعني ناقشوا الأمور والكابتن ناقشهم بكل شفافية، ويعني ما أعتقد ضاج من الموضوع أو صارت إساءة أبدا أبدا، أنا كنت حاضر يعني والموجودين الحاضرين موجودين أستاذ نبيل. بعد المحاضرة طلعنا أستاذ نبيل عبالك شلون نروح تلوب، قال لي مصعب أريدك بالغرفة اللي نقعد بها إحنا غرفة المدربين غرفة الكادر، رحنا للغرفة طبينا هو ده يريدني بشغلة، كان يقول لي لا أمشي نطلع المنزع اللاعبين مضى الوقت روح أتلوب. فطلعنا رحنا للمحاضرة، كان حاضرها الكابتن أنور مولة والأستاذ ياسين مشرف الفريق، تحدث الكابتن مع اللاعبين بالمحاضرة وكمل محاضرته ماكو أي شيء وضحك ابتسم كابتن نبيل، يعني فد موضوع كلش مهم يمكن ما يعرفه سبحان الله، صار فد شغلة يعني هو بعد ما كمل الحديث قالهم للاعبين قالهم يا ولد يعني هسه هذا الملعب ملعب المرحوم علي كاظم ممكن يصير ملعب المرحوم أحمد دحام باشر. سبحان الله، الله يعني الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، عبالك روحه يعني حست عرف بعدها توفى؟ بعدها تكلموا الإدارة وتكلموا كانت كلمة إله، هو دائما ورا ما يكمل كلامه يندار علي أستاذ نبيل يسألني مصعب عندك شيء ويا اللاعبين أو اللاعبين يعني عندك فد شيء خلال المباراة ناقش أمور المباراة، فإيده بجيوبه أستاذ نبيل
ما قدر يطلع ايده من جوبه، رجع خطوتين ترنح، سقط يم الصبوره مال المنزع مال النادي، فسقط. من سقط انا اقرب واحد على الحاله، فتحنا الستره مالته، كابتن كابتن حكى وياه، اجى الدكتور، اللاعبين كلهم رفعوا رجله في ناله، سوينا مثل التنفس الاصطناعي يعني، عبالنا باوعت اني على عيونه، اقرب واحد على الحاله عيونه صارت بيض استاذ نبيل، بعدين شخر يعني، حسيت انه هذا الشيء غير، يعني خفنا عليه، اعطيناه شربت عصير عبالنا هبط سكره مثل الحالات اللي تصير بي وياي من كنت اني، لان مرافقه اقرب واحد عن حالته، لان مثل ما تعرف استاذ نبيل عائلته كلها برا، فهو كان يعني دائما يمي ببيتي يجيني بالبيت هاي، فقلت لك اعتقد انه هي انفاسه الاخيره يعني المرحوم، فركضوا اللاعبين بي استاذ نبيل، حاولنا ان نقلب بسياره الدكتور ويانا وبسياره الكابتن حيدر، نقلنا اللي هو مساعد مدرب حراس، نقلوه راحوا اكو مشفى بنفس النادي المصفى، وصل للمشفى، تعرف استاذ نبيل هذا وقت بين ما وصل بين ما طلعوا بسياره اسعاف بين ما اخذوا يعني، هو يم المدرج هم شخر شخره ثانيه، اعتقد هي شخره الموت، ولو تقدر تسال اللاعبين وتسوي تغطيه استاذ نبيل راح تعرف هذا الكلام كله هو اللي صار ودار. لا بالتاكيد يعني انت كنت معاه يعني، انا اقرب واحد على الحاله، وركضنا به حاولنا، بعدين يعني حسينا انه هي هاي انفاس الاخيره، والله احنا هو كان ما يقبل الله يرحمه، دائما يقول لي مصعب اي شيء يصير ابقى بالتدريب لا تعوف التدريب، فبقيت بالحصه التدريبيه وقلت للاعبين ان شاء الله ماكو شيء، ظليت اواسي بيهم يعني، بس هم ما توقعت انه يتوفى استاذ نبيل، الصدمه صدمه كبيره، صدمه صدمه للاعبين استاذ نبيل، صدمه الي، صدمه للكادر، صدمه للاداريين، صدمه للكل، صدمه للهيئه الاداريه، انصدمنا يعني، مجدوين احاكي اللاعبين ما حد يباوع لي، احاكي ما يسمعوا لي، كل واحد راح بجهه استاذ نبيل، الموقف ما اقدر اشرح لك اياه الا لو كنت انت موجود يعني، ألمنا ابو علي ألمنا هاي الله يرحمه.